هاي، اليوم هو اليوم اللي صرت فيه ألف على اليوتيوب. ثانك يو لكل حدا عمل لي سبسكرايب، وإن شاء الله بوعدكم بمحتويات حلوة. بس اليوم بالليل بعد العشية اخواتي فاجئوني بشي كيوت كيوت كيوت، فحفرجيكم يا ليتس جو. يا جماعة أخيرا حصير ألف سبسكرايب، صح؟ نشوف اللحظة مع بعض هلأ إن شاء الله. سو ليكو فاجئوني بهيدول، هيدي الكيك، مع انه انا ما حفيني اكلها بس اتس اوكي. كتير حلو الجاست اللي عملوها، كتير كيوت البالونات، حبيتهم. يا سو كيوت. سو يس، هي هي السربريز اللي عملوا لي اياها. 3 2 1. سو يس، هاي جايز. سو انا هلا برا عم ظبط مكان لحتى صور صور احتفالية جميلة جميلة. انا هلا ورا الكواليس، ما حفرجيكم شكلي رح تشوفوه ان شاء الله بالبوست. صار ازعاج ازعاج الطريق، بس هيك في هيك افكار وايدياز ايدياز برا رح استخدمهم لحتى اعمل السيت. ما بعرف احكي ما بدي اتصور. سو ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله يطلعوا الصور حلوين، وحتى حاعمل شورت وريل وكل شيء وكل شيء. فتابعوني على كل اماكن التواصل الاجتماعي. وهلا رح نجهز الكيك، نحن حنخترعه. يس، فلنشوف كيف رح يطلع معنا. ليتس جو. سو جايز، عشان كلي محتفلين فيني. المهم جهزنا كل شيء وهلا رح افرجيكم النتيجة. ليتس جو. 3 2 1 جو. يس، اخيرا صرت 1K والحمد لله رب العالمين. من بعد كم سنة، سنتين ثلاثة انا عم بشتغل على اليوتيوب وعم بعل قلبي، فالحمد لله رب العالمين صرت 1000 سبسكرايب، وهذا بفضلكم، بفضل كل حدا عمل لي سبسكرايب. ثانك يو ثانك يو ثانك يو، وان شاء الله بوعدكم بكونتنت كثير حلوين على اليوتيوب، فترقبوا. يس، بدي نظفكم. هاي هاي، سو اليوم نازلين على تريبولي، ورح اخذكم معي شو رح نعمل بتريبولي والى ما هناك. هلا هو انا نازله ما عندي خطط معينه رح اعملها بتريبولي، بس مننزل مع بعض ونكتشف وهكذا. سو ليتس جو. هلا قلنا بتريبولي هي سبينس كالعادة. So let's go. ليكو هلبساني كيف قاعدة؟ الجنيرك اللي ما فيني اكله. عملية التسوق تجري. جينا على القسم اللي ما فيني اكل منه، ما فيني اكل منه. اكيد جبت شي هوري. عملية البحث عن اختي جارية يا جماعة، ما عم لاقيها. ويني جيت كمان على قسم محظور مني كمان لاني ما فيني اكله، بس فيني اكل اشياء الدارك والديجستيف. فهلا عم شوف. اشوف هذا دارك شيء. يس دارك. جبت 2، وهلا اروح برم، هروح برم مع اخواتي الاثنين لانه اثنيناتهم ضعف. سو نحن هلا بعد ما خلصنا من سبينس رح نروح على فيينا كافيه ونلتقى برفيقتنا هونيك. سو ليتس جو. يلا قولي هاي. سو نحن بعد ما وصلنا على
فيينا رايحين نجيب رفيقتنا من مطعم تاني. So let's go. وصلنا. هلا رجعين على فيينا. Let's go. انا قعدنا فوق بس لانه بدي اقعد اشتغل شوي على بحثي. هلا انا واختي طلبنا هدول للطبق الثاني. انا جبت فنجان بابونج لانه الوحيد اللي فيني اشربه، وجبنا كيك فريزيه. وما هذا اختي؟ كورتادو. كورتادو ياس. هلا شلنا عنا البروتاج. هلا حنذوق. ليتس جو. اول شيء خلوا اختي تذوق. يلا. طيبة؟ هلا لحظة انا. جايز احنا هلا خلصنا من فيينا، قعدنا كتير 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 وقت. هلا يعني الساعة 5:30 بعد يعني 5:30، وهلا رايحين على وجهة تانية. Let's go. وصلنا على وجهتنا التانية. جايز نحن هلا جينا على ورد، تعشينا رسميا عشاء كان، وهلا خلصنا وحنطلع على البيت. سو اليوم كان مشوارنا بس على فيينا، وقعدنا اشتغلنا شوي. انا اشتغلت بالبروجي ورفقاتي كمان وهيك. فيس هيك كان يومنا. اوكي ورد هو مطعم. اوكي سو جينا على مطعم ورد وتعشينا. سو يس صورت لكم العشاء وكل شيء. حنفرجيكم شو جبنا اشياء من سبينس كاشياء مش اكل. جبت بلسم كوزمالاين. وهذا شنو؟ شامبو ماسك للشعر. وانا جبت لابيلو حمرة، صابون الدوف لغسول للوجه، وقطن. بس هالمرة جبت شي جديد نوعية، فهي كبير شوي. نشوف كيف تشتغل.
كمان اختي جابت سكراب للجسم على ريحة جاردينيا. اوكي واو يس. وانا جبت معقم واخر شيء قطن، بس هذا قطن العادي الصغير. هيك. سو جايز، هيك نحن رجعنا على البيت الحمد لله، واليوم كان كتير حلو وطويل. صورت لكم قد ما فيني فيه، ما كتير عملنا نشاطات بتريبولي لانه كان عنا شوية شغل، ويعني يعني قعدنا بفيينا كافيه بس كان عبارة عن شغل ودرس وبس، عرفت كيف؟ فياس هيك بكون وصلنا لنهاية الفلوج، ان شاء الله يكون عجبكم واستمتعتوا فيه وحبيتوا. ما تنسوا تعملوا لي لايك وشير سبسكرايب وكومنت، وثانك يو على السبسكرايب من هلا، وبشوفكم بفيديوهات وفلوجات جديدة ان شاء الله. باي.